نحن مواطنون يمنيون عالقين في مدينة بنجرول الهندية. نحن الآن نطالب كل النشطاء الحقوقيين والسياسيين وكل القنوات الفضائية وكل الصحف والمواقع الإخبارية بأن ينقلوا رسالتنا التي سوف نرسلها لكم. والآن في هذه الوقفة ونحن الآن تقطعت بين السبل، كل الجاليات أجلت رعاياها من داخل بنجرول الهندية ومن داخل المدن الهندية، ما عاد الجالية اليمنية. فتنا عالقين، لا أحد يدري أين نحن، ولا الآن مطالبين بإيجارات، مطالبين بمصاريف، مطالبين بكل شيء، ونحن ماكذين محاصرين في مساكننا. طبعا نحن كثيرين، ولكن بسبب حظر التجول لم نستطيع أن نجتمع ونكون يعني صوتنا أقوى. رسالة لجميع الإخوة أن يتضامنوا معنا مع جميع اليمنيين المتواجدين في الهند وليس في بنجلور فقط. نحن الآن نطالب السلطات المختصة بنا، يا جماعة نحن مواطنين يمنيين، نحن عالقين، ما نحتاج حاجة كثير يا أخي، لا أحد يعلم بيننا، نبقى نعود إلى أراضينا يا أخي، نموت ونصلنا، كفعنا تعب، كفعنا بذلها، لا مطالبين بإيجار، مين بيدفع عندنا؟ الأوضاع بدأت تشح، الأوضاع بدأت من سيء إلى أسوأ، ستزيد من سيء إلى أسوأ، الحظر الأسعار زادت بنسبة 100%، نحتاج إلى إيجارات، نحتاج إلى مصاريف، لا يوجد من يلتفت إلينا من السفارة اليمنية أو القنصلية في مومباي أو أي رجال أعمال. معظمنا ذهب إلى الهند من أجل العلاج، مننا من باع بيته ومن مننا من باع أرضه ومننا من أستدان. نحن لم نأتي إلى الهند لغرض الزيارة أو الاستجمام أو الراحة أو المتعة، أتينا إلى الهند هذا يعاني من آلام كبيرة ومن أمراض مستعصية، ونحن الآن عالقين، نعاني الآن من شحة في الإيجار ومن شحة في المصروف اليومي. فنحن نطالب اليمنيين إذا كان لديهم نخوة وإذا كان لديهم معزة، نحن نطالبهم جميعا بتوفير يد العون والمساعدة وأن يفتحوا المطارات، ونحن نناشد السفير اليمني في الهند ونقول له مسنا الضر، مسنا الجوع، مسنا يعني الضرر، نطالب بعودتنا إلى بلادنا. إحنا نناشد الحكومة مرة ثانية وثالثة ونقول أغيثونا أغيثونا أغيثونا.